معالي الوزير عمار ومعالي الوزير عمارة من العمارة عمر يعمر تعميرا من البناء. فللسلطة لها سلطان. اعلموا أيها الجمهور، في الحقيقة السادة، هذا الجمع ربما في وقت قياسي سامع بهذا زيارتكم، ويكون لكم كل احترام. ألا تعلمون بأن يوم الخميس يوم سوق، والسوق عادة تكون مصالح كثيرة، وفي ربما على الساعة ربما الثانية ليلا بعد الثانية ليلا لبوا النداء، وأبوا إلا أن يأتوا للحجيرة هذه، ونعتبرها وثيقة تاريخية، ونعتبرها احتراما وتقديرا وإجلالا واحتراما لسكان هذه المنطقة. فلهم منا كل التحية والاحترام، فلهم منا كل احترام. في الحقيقة باسم لجنة المساندة الحرة والمداومة لمرشحنا فخامة رئيس الجمهورية سي عبد العزيز بوتفليقة المرشح الحر، هذا الذي قد قاد السفينة من فضلك، وكان سببا في استقرار الجزائر، وسببا في أخوة الجزائر ومحبة الجزائر وسلم الجزائر. هذه السفينة الذي يقودها فخامة الرئيس سيد عبد العزيز بوتفليقة. قلت إذا كان لي كلمة أقولها في أي مكان حضرتني بيت لشعر، شاعر ماذا قال؟ عبد العزيز بوتفليقة كانت زيارته الميدانية دروس تطبيقية، وكانت كان خطابه تكوينا. فتفكرت بيت الشعر عندما قال لخصومه وأعدائه، قال: علمته الرماية فلما اشتد صاعده رماني، وعلمته القافية فلما تعلم القافية هجاني. وأجد بيت الشعر أيضا كذلك: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماي. والآن ربما أنا عادة أتكلم طويلا، فبالإطالة شوقنا كثير لكلمة معالي الوزير. معالي الوزير سكان الحجيرة راه نتاعنا على الهضة الرابعة مع فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكلنا معه. ان شاء الله ربي يعينكم، نحن معك، الله معك. وعليكم السلام. Thank you.